سيدي شعري. أيه. ليه كده سويتي؟ أنا موري. مام. كم لك تطوليه؟ يا سيا يا ربوني جينا من دلم جاتكم فيديو جديد. الفيديو راح يكون عن تغيير شكلي بعد قرار وتفكير طويل اني اقص شعري، وكان هذا القرار واختيار قصة الشعر من المتابعين اللي تابعوني على الانستغرام. ياريت انتو كمان تتابعوني على الانستغرام عشان انا اقترح كثير فيديوهات في الانستغرام، فياريت تروحوا كلكم حالا 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 تتابعوني على الانستغرام. اوكي اوكي الوداع لشعري. قبل ما ابدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعار عشان يوصلكم كل جديد، تشتركوا بقناة نارين قناة تاسم قناة العيلة، بحط لكم في صندوق الوصف. ويلا نبدأ الفيديو. انا بروح المحل اللي قصت شعري عنده، الصالون اللي جنبنا، عشان في احد حاليا بمسكر. تقولوا راح يتغدى ولا ايش؟ طلع عنده راحة فمضطر اروح مكان ثاني ادور عليه يقصون شعر وزي كذا. يا رب الاقي مكان، يا رب. المفروض كان امس اقص شعري. مشكلة انا ابغى اصور وهي تقص لي شعري، فانا خايفة تقول لي لا احنا ما نحب التصوير ما اعرف ايش. كيف انا ابغى اصور اصلا تقولوا لي؟ لانه رجال عادي عنده، فما اعرف ان هنا بعض الحريم. لا صور هنا يا اخي، انت لابسه ماسك يا اخي تهبلي. في هنا صالون قريب. قالت انه لازم في تعملي يعني تحجزي موعد. الحين كيف اسوي؟ فين اقص شعري؟ في هناك منشف بس مبين انه مو قد كذا. ما ابغى اروح اتورط واقص شعري عند واحده ما اعرفها ولا كذا. طيب كيف اسوي؟ الحين انا ماشيه بقص الشعر. اليوم الثاني، امس طبعا لقيت كل شيء مسكر، فاليوم بعد الشغل خلص الحين الشغل كل شيء رايحه اقص شعري اخيرا. بدري بس يا رب يا رب اليوم لا، يا رب اليوم لا. مرة أخرى نفس الطريق. وداعاً يا شعري الطويل، سوف أودعك. أشعر بالحزن على شعري الطويل. أخيراً الصالون مفتوح تقريباً، شايفة إضاءة، شايفة فشخ فشخ. يا سيا안녕하세요. 저희 머리 자르고 싶어요. 아, 괜찮아요? 네. 학생이요? 아니요. 응? 졸업을 했어요. 아, 성인이요? 네. 오. 학생 같대요? 응, 학생 같다고 하려고 했어. 감사합니다.
معك النقة سيدش عليك. أيه أيه ليه كده سويدي؟ حلو موري إيش رأيك؟ هو حلو حلو بس حرام كم لك تطوليه؟ عبادي كان يقول لي قول شعري وما قصه بس أنا خالفت رأيه قصت شعري. يلا البسي. أنا بكرة بقص شعري. باي وصي كيف؟ لا لا يلا طلع شعرك اجل ما رح اتراها في تركيا بس بقص صبعي عشان اتضامن معك بالصلاة. هذه هي النتيجة. انا حبيت حس شعري مرة خفيف مريح كذا بعدين شكله أحسن يعني مبين إنه لا بينه لمعان وبينه نعومة أكثر من الشعر الطويل لأنه أطراف الشعر الطويل ده. المهم إنه حبيت شكل شعري الجديد مبين نظر مبين كذا شكله جميل يعني أنا حبيت شكله. قولوا لي إيش رأيكم إذا أنتوا حبيتوا شكله أو لا طولي بكومنتات الفيديو. إن شاء الله تكونوا حبيت الفيديو وتكونوا حبيتوا قصة شعري تقولوا لي بكومنتات وإذا أنا أخذت الخطوة الصح أو لا حطوا لي بكومنتات وقولوا لي إذا لا ناسبني الشعر القصير أو الشعر الطويل برضو تحطوا لي بكومنتات. وكمان لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإشعار عشان يوصلكم كل جديد وتشتركوا في قناة نارين وقناة تاسم وقناة العائلة بحط لكم في صندوق الوصف وأحبكم مرة. باي.